اهلا بكم في تك بلس، انا عبد الله السبع وتشاهدون في حلقتنا اليوم. هل تحدث موتوريلا نقلة في عالم الهواتف الذكية بهاتف قابل للارتداء؟ مايكروسوفت تعترف بخطأ الانسحاب من سوق الهواتف الذكية، وكوالكوم تعزز معالجاتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي. الى التفاصيل. في 2013 خلال مؤتمر لينوفو التقني العالمي، قدمت موتوريلا أول جوال قابل للارتداء، وللأمانة كانت فكرة مميزة لكن نسخة اختبارية. والآن نفس المؤتمر هذه السنة الشركة رجعت وقدمت النسخة الجديدة كلياً. طبعاً لا زال كونسبت، ولكن النسخة تطورت بشكل كبير. فمثلاً النسخة الآن تصميمها لا يوحي بأنها اختبارية من ناحية التصميم ومن ناحية جودة التصنيع وعملية الطي. كانت أكثر سلاسة وأكثر جودة، بحيث يمكن أن تطي لعدة وضعيات بجانب وضع الجوال على يدك وتحويلها كأكبر ساعة ممكن تشوفها على يدك. الشركة ذكرت أن الجوال راح يكون مريح على يدك، بحيث الجهة الأخرى من الجوال من القماش والجوال راح يكون بنظام الأندرويد، وراح يكون فيه بعض خدمات الذكاء الاصطناعي. مثلا كل عرض سيكون بواجهة وورق حائط وتطبيقات مناسبة لوضعية العرض. عيد وأكرر، الفكرة جديدة ومتميزة بس لا زالت كونسبت، وهل راح نشوفها قريبا؟ لا أتوقع، ممكن 2030 راح نشوف مثل هذه الجوالات من موتوريلا. لكن موتوريلا من فترة طويلة قاعد تحاول أنها تقدم جوالات بمجالات مختلفة. هي تحاول تقتحم هذا السوق وتقدم شغلات جديدة فيه حتى تكسب السبق فيه. في مؤتمر MWC الماضي الشركة قدمت جوال قابل للتمدد، وكان أيضا كونسبت وما نزل بشكل رسمي حتى الآن، لكن كانت فكرته أنه جوال صغير جدا، لكن بضغطة زر يكبر الجوال ويكون شيء أكبر بتابلت أو أصغر شوي. أيضا قدمت الشركة أجهزة قابلة للتمدد مثل كان كمبيوتر وغيرها. كل الأجهزة هذه كانت كونسبت. طبعا موتوريلا أشوفها حاليا أنها قاعد تحاول تركز على أجهزة الكونسبت وتشوف توجهات الناس رايحة على وين، وبعدها تكمل في هذا الكونسبت وتطلقها بشكل رسمي. خاصة أن هذه المجالات حتى الآن الشركات ما اطلعت فيها ولا ابتكرت فيها بشكل جدا كبير. يمكن الجوال القريب من الجوال القابل للارتداء هو كان جوال هونر، اللي كان على شكل حقيبة نسائية، اللي أيضا تم الإعلان عنه في مؤتمر إيفا برلين الماضي. لذلك قاعد نشوف في تنافس كبير ما بين الشركات، خاصة مع توسع الشركات بشكل جدا كبير في الأجهزة القابلة للطي. فلذلك راح نشوف شركات كثيرة تقدم لنا أجهزة كونسبت، ولكن أنا أشوف أن موتوريلا راح يكون لها السبق في بعض المجالات، خاصة مع اشتغال الشركة في مجالات مختلفة وابتكارات الشركة المتكررة. وأتوقع أنه في فبراير القادم مع مؤتمر MWC راح نشوف بعض الابتكارات من شركة موتوريلا. قدمت كوالكوم معالج مليء بتقنيات الذكاء الاصطناعي، هو كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثالث، وهو معالج ايضا بتقنيه ال 4 نانومتر. مقارنه بالمعالج السابق هو اسرع بنسبه 30% و20% اقل استهلاكا للطاقه. هو معالج بثمانيه انويه بتردد 3.3 جيجا هرتز، منها 5 انويه للاداء والباقي لاستهلاك الطاقه، ويدعم الجيل الجديد من الرامات الجيل الخامس بتردد 4800 ميجا هرتز، ممكن ترفعه إلى 24 جيجا، ويدعم لك الواي فاي السابع إلى 6 جيجا هيرتز، والجيل الخامس من مودم X75 نجل الذكاء الاصطناعي، فهو قادر على التعرف على الصوت ودعم المساعد الشخصي، ومن قوته في الثانية قادر على إنشاء صورة أي في الثانية. وبالوصول إلى بياناتك، فخاصية المساعد الشخصي والذكاء الاصطناعي راح يكون عارف وش تبي، وكذلك في مجال الصور فهو قادر على معالجة الصور فورا، وأيضا معالجة الصور الليلية بالإضافة الإضاءة الكافية عشان التفاصيل تكون واضحة. وفي برضو خاصية إزالة الأشياء الغير مرغوبة فيها، مو بس في الصور بل حتى في الفيديوهات. المعالج راح يخليك تسوي فيديو بكل الكاميرات، يعني مثلا تسوي فلوج ممكن تستخدم الكاميرا الأمامية والخلفية بنفس الوقت. المعالج عنده القدرة على إعطائك 240 إطار في الثانية في مجال الألعاب، وحتى يدعم لك محرك الانريل انجن 5.2. مقارنة بالمعالج الرسوميات السابق فهو أسرع بنسبة 25%.
بالنسبة للصوتيات فهو يدعم لك بالراحة الـ 24 بت والـ 96 كيلو هيرتز من البلوتوث. راح تشوف هالمعالج قريبا جدا من قبل 15 شركة مصنعة للجوالات. في مقابلة سوتها بزنس انسايد مع الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ذكر فيها أن مايكروسوفت ارتكبت الكثير من الأخطاء تتعلق بالجوالات. ذكر في المقابلة أنه بعدما تولى منصبه من ستيف بالمر، كانت من القرارات الصعبة هو الخروج من سوق الهواتف. كان المفترض أن يكون أفضل أو على الأقل هناك إعادة نظر والعودة بابتكار جديد يربط ما بين فئة الهواتف بالفئات الأخرى، مثلا التابلت واللابتوب. مايكروسوفت اعترفت بوفاة نظامها الويندوز فون، وهذا طبعا صار بعد استحواذ على نوكيا، مع العلم أن النظام انتهى من فترة قبل ما تعترف مايكروسوفت. وطبعا مايكروسوفت حاولت ترجع من جديد بنظام الأندرويد من خلال السيرفس دو، وللتذكير هذا الثالث رئيس تنفيذي يعترف بهذا الخطأ، بيل جيتس وستيف بالمر. في الوقت الحالي مايكروسوفت تركز على تقديم خدمات وتطبيقات على كلا النظامين الأندرويد والآي أو إس، وطبعا برنامج الفون لينك لربط جوالاتهم بنظام الويندوز. ومايكروسوفت وقعت اتفاقية مع سامسونج لربط خدماتهم وتطبيقاتهم على أجهزتهم. طبعا المعلومية، مايكروسوفت كانت عندها مشاكل جدا كبيرة في الهواتف الذكية. طبعا نظام الويندوز فون اللي نزل تقريبا في فترة بداية 2012 أو 2011، ذيك الفترة كان نظام سابق زمانه. من تجربتي الشخصية له، كان النظام يحتاج تطوير أكثر من ناحية واجهة المستخدم. كانت فيه خدمات صراحة جدا جميلة، كانت الشركة قاعد تحاول أنها تقدم خدمات أكثر للمستخدمين، لكن للأسف ما خدمها موضوع واجهة المستخدم. طبعا هي من فترة كانت تحاول تنافس في مجال الهواتف الذكية، لكن تطور نظام الأندرويد بشكل جدا كبير وتركيز المطورين فقط على أجهزة الآي إس والأندرويد ساهم في وفاة نظام الويندوز فون قبل وقته. لذلك أشوف أن مايكروسوفت حاليا فاتها الوقت بشكل جدا كبير أنها تنافس ما بين الموضوعين. هذه ممكن نشوف مايكروسوفت تنزل جوال لكن بنظام الأندرويد، هذا ممكن نشوفه لكن ما أتوقع أنه راح يكون قريب. أعتقد صناعة المحتوى سواء على المواقع الاجتماعية أو لشيء احترافي أو حتى في مجال البودكاست، لازم تكون جودة الصوت واحدة من المعايير المهمة اللي مستحيل تتجاهلها حتى لو كنت تصور من جوالك. لازم تنتقل إلى المرحلة اللي بعدها والاهتمام بالصوت. المشكلة هي كيف تختار المايك الصحيح. خلينا نساعدك ونبدأ مع أول سؤال: وش الخطة من شراء واستخدام المايك؟ الجواب الأمثل أنك تشتري أقوى وأغلى مايك وخلاص. الجواب غلط. حتى لو كان أغلى مايك فممكن جودة الصوت مو بمستوى المطلوب، فكل المايكات الموجودة في السوق مو بنفس المستوى، مو مخصصة لجميع الاستخدامات. وعلشان أوضح لك أنواع المايكات ببساطة تامة، المايك الدايناميك، شفت اللي يقدم في المسرح أو في المعرض وماسك معه المايك، هذا اسمه المايك الدايناميك، وهو مخصص الاستخدام في الأماكن المزعجة. يعني لو ناوي تتكلم في مكان مثلا في الشارع فهذا خيار ممتاز. هذا النوع من المايكات برضو يتحمل أغلب الظروف ولا يحتاج إلى طاقة وهمية أو بطارية. وعلى فكرة حساسية الصوت أقل من المايك الكوندنسر. المايك الكوندنسر والمكثف، إذا تبي مايك يلقط الصوت وخاصة الأصوات البشرية، فهذا النوع من المايكات ممتاز. وعكس الدايناميك فهو أكثر حساسية، وغالبا تشوف في الاستديوهات والأماكن الهادية، ولكن تراها تعمل بفعالية عالية مع المكسرات أو معالج الصوت مثلا كرت الصوت، فهي تعتمد على الفانتوم باور أو الطاقة الوهمية. للتوضيح، النوع الثالث يسمونه ريبون، هذا يعتبر استخدامه قليل جدا، لذلك ركز على الاثنين اللي ذكرناها لك. طيب الآن نجي للمداخل، الـ USB أو الـ XLR. ميزة المايك USB إنها سهلة الاستخدام وأرخص من المايكات اللي تشتغل من خلال منفذ الـ XLR، والصراحة تعتبر خيار ممتاز لو شغلك في البودكاست أو الفويس أوفر. لكن لو كنت أنت تبحث عن جودة صوت أعلى وتبي تسجل أشياء أخرى، فالـ XLR يعتبر الخيار الأمثل. صحيح أغلى وتحتاج بكل تأكيد إلى منصة للتحكم بالصوت وإعطاء قوة أعلى مثل الميكسر أو الأوديو إنترفيس. ننتقل إلى نقطة أنماط المايكات أو الميني دا أو الأومني دايركشنال، يعني
المايك راح يلقط الصوت من جميع الاتجاهات، وهذا مناسب لو كنت تحاور مع أحد مثلا مقابلة، هذا يسجل اللي قدامه فقط، لذلك تلقاه يعزل كل ما حوله بشكل ممتاز ومناسب تماما اللي يسوي البودكاست أو الفويس أوفر. الشوتجن يلقط الصوت بزاوية جدا حادة وهو أيضا أكثر حساسية. الباي دايركشنال من الاسم تعرف أنه يلقط الصوت من الأمام ومن الخلف وتلاحظ بشكل كبير في المقابلات. اللافلير مايك، مايك صغير ممتاز دائما يكون تحت الذقن ويلقط بشكل ممتاز، بس المهم لا يطيح منك. وش الحكمة من وجود البوب فلتر والشوكت ماونتن في بعض المايكات؟ البوب فلتر ممتاز لضربات الهواء اللي تطلع من فمك مثلا حرف الباء أو الفاء، أما الشوكت ماونتن يمنع أي ارتجاج. المايك الصادم من الذراع أو من الأرضية. طيب لو أنا في البيت وأحتاج إلى مايك، في وظائف عن بعد وطبيعة العمل من المنزل بدأت تزداد، لذلك استخدام مايك اللابتوب مع الزوم مثلا سيء للأمانة، وخاصة أنه يمر بمراحل لضغط الصوت أثناء نقله إلى الشخص اللي تتكلم معه. لذلك أنصحكم بشدة باستخدام المايكات اللي تعتمد على منفذ USB-C أو USB العادي، وحتى المايكات من السماعات الألعاب اللي تعتبر من الخيارات الكويسة لو كانت ميزانيتك جدا محدودة. كنا متواجدين في فنلندا لتغطية افتتاح أكبر مختبر لهواوي في أوروبا ومتخصص بشكل خاص في اختبارات الأجهزة القابلة للارتداء في المجال الصحي والرياضي. السؤال يراودني كثيراً وممكن حتى أنتم، كيف يتم اختبار ساعتي أو سوارتك في أهم مجالين لهذه الفئة قبل إطلاقهم في الأسواق العالمية؟ طيب أول ما دخلنا المختبر أخذنا جولة وعرفنا النقاط اللي تمر فيها هذه الأجهزة قبل اعتمادها. أولاً، اختبارات تتم بواسطة محترفين في مجال الرياضة وخاصة المختصين في مجالات محددة مثل التزلج أو الركض أو الدراجة أو حتى في مجال السباقات الرياضية أو حتى في مجال السباحة. ثانيا، المختبر يملك عدة غرف، كل غرفة لاحظنا فيها أنها تحاكي نشاط رياضي يحاكي الواقع. يعني مثلا السباحة تلقى في المسبح مع مراوح تحاكي الأمواج ويتم الاختبار عليها. ثالثا، حتى لو ما كان من ذوي الهمم يتم أيضا وضع الشخص المناسب باختبار نشاطاتهم حتى مثلا في سباق الدراجات. رابعا، بعض الأجهزة تكون فعلا متقدمة، يعني مثلا جهاز مشي رباعي الأبعاد فكرته أنه يحاكي ممارسة رياضة الهرولة من خلال عدة مناطق وعدة أماكن أنت ممكن تركض فيها مثلا الأودية أو من خلال الجبال. كذلك منطقة تزلج ضخمة ترتفع إلى 18 درجة يرتفع الشخص وينزل فيها ليحاكي نفس الرياضة على الواقع. خامسا، بعد كل هذه التجارب يتم فيها جمع البيانات والأرقام من قبل الجهاز القابل للارتداء ومقارنتها بأجهزة متقدمة تقوم بتحليل أيضا مثلا عدد السعرات الحرارية والإجهاد العضلي والسرعة وأيضا عدد الخطوات والتخطيط الكهربائي للقلب وغيرها. إذا نجحت الساعة والأسوارة في هذه الاختبارات يتم اعتماد الجهاز، وعلى فكرة المختبر تم اعتماده بمعايير عالية من قبل عدد من الجامعات الأوروبية. نهاية حلقة تك بلس، يمكنكم مشاهدة الحلقة والحصول على المعلومات المذكورة فيها دائما عبر موقعنا الإلكتروني وحساباتنا في منصات التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا مشاهدة الحلقات السابقة والاستفادة من المعلومات الموجودة فيها. إلى اللقاء.